بلاتفورم دانونس ايموبيليير. اليوم عندنا اكثر من 500 الف فيزيت مانسويل على السيت تاعنا. عندنا اكثر من 42 الف انونس لايف على السيت. اي نوفل بارتنير عندنا بحث ما يقارب 400 وكيل عقاريه وبيع عقاري يخدموا معنا. اليوم البيلون تاع 2022 اللي عملناه سباز برانسيبالمون يونيكمون على الزانونس اللي على السيت تاعنا بيريود ما بين جانفي وديسمبر 2022. À travers les annonces à Doma, ils ont publié avec des agences et des promoteurs. Alors, la moyenne des prix par mètre carré, la moyenne des prix de location dans différents quartiers, que ce soit en Tunis, ou en Tamtrabli ou à la Fichier du Sahel. Et c'est l'objectif dans le bilan et les farjnés. Et sur lequel aussi, comment ça va être ma tranquille préparation. اليوم اللي تدوم تام سي بازي على 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 ثلاث ريجون كبار. الريجون الاولانيه هي تونس الكبرى، الثانيه هي الكابون، الثالثه هي الساحل. اليوم 52% من العباد اللي يدخلوا على السيت تاعنا يلوجوا على ديزوبيراسيون داشا، 48% يلوجوا على ديزوبيراسيون لوكاسيون. اليوم كي نجم نسمي لي كارتيي لو بلو دوموندي كي plus demandé pour l'achat. نلقاو مع تونس الكبرى، نلقاو الجنان كارتاج، نلقاو حي النصرتين، نلقاو بوم هل بسدين وسي. في الكابون نلقاو شي حمامات نور، سيتي الوفاه وسي. هذوما من اكثر اللي كارتيين مطلوبين. اي في الساحل نلقاو كارتي سهلول، حمام سوسه، هذوما وسقان سوسي من اكثر اللي كارتيين اللي مطلوبين، اللي في الساعه فيهم وفره في العروض et dans le bec de l'arrière. Donc, l'homme est toujours en Khajadana. Khajadana est la typologie la plus demandée est devant les excuses 2, avec une superficie moyenne, mais bien mieux en Chine ou bien petit mètre moins là-bas. Sénia, en deuxième position, on a les excuses 3. Et l'homme a réellement, à l'intervalle superficie interne, mais bien mieux petit mètre 140 mètres moins là-bas. في لوكاسيون ديما نلقاو لا ميم كونفيغوراسيون، اما لي بورسونتاج يتبادلو. نلقاو 39% من العباد الحاليين يدخلونا يلوجوا على بشكليه وعن اسبيس 2، اي 31% يلوجوا بشكليه ودي اسبيس 3. لي كارتي وين العباد تلوج باش تكري ما يبعدوش برشا على لي كارتي الاخرين. نلقاو باغ اكزومبل في بلون تونيز نلقاو يلوجوا في المورو 6، يلوجوا في حي النصر، يلوجوا جاردان كارتاج. في الكابون نلقاهم يلوجوا اوسي في حمامات سود، حمامات نور، اي اس وفي. Le prix d'allocation, ça diffère mes zones et métropologie. Mais aujourd'hui, quand on a la même location, on a en moyenne 1 980 000 dinars jardin Carthage. Pour en acquérir, bien sûr, les appartements, toutes les projets confondus. Pour en acquérir, on a 1 100 dinars, 1 100 dinars pour la Ouina et 750 dinars pour le Mourouge. Pour le Gabon, on a 980 dinars par jour. حمامات نور 1160 دينار، حمامات سود 1165 دينار. في الساحل نلقاو في سهلول 1 مليون شهر، اي سقان 750 دينار و 1145 دينار في القنطاوي. نحبوا نشوفوا باغ اكزومبل الاسوام شويه في الاشا، في لوبيراسيون داشا. اسوام الشراء في حي النصر نلقاو الموين تاع 2590 دينار متر مربع، سكرة 2660 دينار متر مربع، جاردان كارتاج 3810 دينارات متر مربع، اي بومال بساتين 2100 دينار متر مربع. نشوفوا احنا في شيرة كابون في قليبيا باغ اكزومبل 1 900 000 دينار متر مربع، سيدي الوفي 2435 دينار متر مربع، حمامات نور 2720 دينار متر كاري. اي في شيرة الساحل، شيرة الساحل في سهلول 2370 دينار معدل الاسعار، القنطاوي 3270 دينار، 2200 دينار في حمام سوسه، اي 2190 دينار في هركله. اللي لاحظناه اللي هو معدل الاسعار قعد بلوز موان ستابل في البرومي والدوزيام تريمستر 2022، طاح شويه في تروزيام تريمستر 2023 وعاود طلع الى غوتروفي معدل النورماليتي نتاعو في 2022. هذا بين نجمو نفسروه اللي اليوم بالوضع الحالي للبلاد بالاسوام العقارات اللي هما اليوم قاعدين يطلعوا بشويه بشويه. اليوم اوسي نجمو نتوقعوا في 2023 يغا
y aura une baisse في الفوليوم دو ترانزاكسيون مع اون جينيرال بصير في البيتاجين عليه قد ديجا فما ديجا مع تي توندونس بيسير اللي قاعدين نلاحظوا فيها من 2013 اي سيت اكسونفي من 2020 فما الكونجكتور ايكونوميك فما اليوم التو ديريكتور اللي هو قاعد يطلع اوتوماتيكمون تي ام ام وسي باش يطلع دونك هوني الاكسي مع تو كيدي بزيد صعب شويه اليوم كي نقولوا زاد اوسي المقدره الشرائيه قاعده تطيح دونك اليوم التونسي باش تزيد صعب عليه اكثر باش نجم يدخر اي باش نجم يوفر باش نجم يوفر معناتها لو مينيموم باش نجم معناتها يحضر الدار نتاعو نتصوروا اليوم اللي كري باش يولي بوكو بلوز اكسيسيبل للتونسي استرتو اليوم التونسي بعد اللي حضرناه زاد بعد بيرود كوفيد سيكو اليوم ولي لوج على ديسباس اكبر ديسباس يكون مستسعين اكثر جينيرالمون يبدا يلوج على الشقق كيك سوا في دي تيراس ولا دي بالكون دونك اليوم اللي كري وي مالوزمون باش يولي بوكو بلوز اكسيسيبل للتونسي كشري اليوم التونسا ولاو يلوجوا برشا زاد على عادي على الخلاعه دونك اليوم بلادنا مع فيها برشا بلايص ميزانيه عندنا برشا بحورات باهين دونك اليوم ولاو يلوجوا بنزرت في الحمامات في قليبيا في جربه في المهديه اليوم زاد باليتود نتاعنا نجمنا نخرجوا معدل الاسعار باريزومبل نجم نقولوا اليوم معدل الاسعار تاع شقه في القنطاوي 270 دينار الليله هوني في 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 الحمامات و 270 دينار الليله في قليبيا هذوما بقول لي زابارتمون بور لي فيلا نجم نقولوا لا موين دي بري بور زابارتمون 405 دينارات في نابل 345 دينار في حمامات 355 دينار بور لي فيلا في بنزرت فوالا اليوم اكثر لي زون معناتها المطلوبين الكري بور سيكتور معناتها ايموبيلي لونتربريز هما نلقاو معناتها في المرتبه الاولى لاك 1 لاك 2 ensuite نلقاو سونتر اوربان نور اي مون بليزير هذوما اكثر بلايص وين هما مطلوبين باغ كونتر وين فما اكثر بيروات معناتها متوفرين نلقاو زاد في لاك 1 لاك 2 نلقاو زاد مون بليزير نلقاو في ميتويل فيل نلقاو في ريانا فيل نلقاو معناتها مدينه ريانا نلقاو سيف جاردان كارتاج دونك هذا زاد شركات معناتها اللي قاعدين يلوجوا تصنيف خلطين هذه كيما نلقاو مع الشركات اللي لوجوا معناتها المساحات صغيره نقول مساحه صغيره معناتها نحكي ما بين 150 و 120 متر المساحه المتوسطه بين 130 و 250 متر والمساحه الكبيره من 250 متر الفوق فوالا كل يوم كنا نحب نشوفوا معناتها شويه اسوام نتاع معدل الكراء نتاع المكاتب في تونس كان ناخذوا باغ اكزومبل سونتر بان نور كان نحكيو على بيرو اقل من 120 متر يتوقفوا مينيموم مليون و 678 دينار كان نحكيو ما بين 130 و 250 متر نحكيو على 3665 دينار الشهر وكان نحكيو من 250 متر فوق واليوم نحكيو على 5715 دينار الشهر فما فوق كان ناخذ باغ اكزومبل كيما مون بليزير كان نحكيو على اقل من 120 متر نحكيو على 1345 دينار الشهر 2540 دينار كنحكيو على بيرو من 130 و 250 متر و 5155 دينار للمكاتب اللي اكثر من 250 متر دونك اليوم اللي نجم معناتها نقولوا سيكو 2023 لو فوليوم ترانزاكسيون باش يطيح شويه يزيد يطيح اكثر فيو اليوم معناتها توفر المرحله الشرائيه اليوم تونس ما عادش تنجم يخبي ما عادش تنجم يدخل ما عادش تنجم يوفر كل 20% اللي باش تنجم يخبي من الخارج معناتها سي ام ام اللي هو نجم يطلع دونك اليوم هو اللي لاكسي كريدي باش يولي اصعب شويه مع هذا الكل ديما فما حلول الحلول اللي هما كيما نجم يكونوا معناتها التونسيين عايشين بالخارج هذوك نجم يمثلوا حل هنا احنا فما دي ميزور فيسكال برانسيبالمون معناتها نجم تصير باش نجم معناتها يشجعوا باش نجم معناتها التونسي ولي معناتها قادر اكثر ولي معناتها اللوجمون ولي بوكو بلوز اكسيسيبل اللي هو اي وسي نجم نحصلوا شويه في برنامج المسكن الاول نجم يعاون برشا تونس باش يقتنيوا المسكن الاول.